تيجي نشوف هو بيقول طبعا. ايه في بعد المباراه مع مراد ابو جلال. طبعا طبعا. استاذن حضراتكم نشوف حمزه المسلوسي قال ايه مع مراد ابو جلال من كوماسي. اتفضل يا مراد. اللقاء الهام بين الزمالك ودريمز وحجز تذكره الصعود الى نهائي الاميره الافريقيه معكم طبعا كابتن حمزه المسلوسي مع شو جمهور الزمالك دلوقتي. طبعا كابتن حمزه برحب بك يا كابتن حمزه، اولا ببارك لك على الاداء الاكثر من رائع، الاداء الرجولي اللي بيثبت معدن كابتن حمزه المسلوسي، ببارك لك على الصعود النهارده. اول حاجه مبروك الجماهير العريضه نادي الزمالك، ان شاء الله خطوه مهمه للفاينل ان شاء الله، ولا مشاهده رجولي ولا حاجه، واحد يدي اللي عنده يحط قلبه في الملعب والباقي التوفيق من عند الله. يا كابتن حمزه شايف ازاي الالتفاف الجماهيري الكبير مع الزمالك في كل الملاعب، والنهارده شعورك كان ايه؟ بصراحه انا اتفاجئت النهارده بالعدد بتاع الجماهير اللي جاء، بصراحه يعطيهم الف صحه، يمكن مش سهل التعب، احنا جينا في طياره خاصه ونحسوا في التعب، يعني فيما بالك هما ممكن عملوا اسكال وصعبه يعني السفر. نحب نوجه لهم التحيه، هذا هو يعني جمهور الزمالك العريق والكبير اللي يمشي لادغال افريقيا مع الفريق نتاعو، واقل حاجه هي نقدموا له ان شاء الله البطوله هذه. الزمالك يستاهل اكثر من الكونفدراليه يعني، لكن تو احنا في الكونفدراليه، نركزوا في النهائي، مش كل يوم تلعب نهائي، عندنا فريق محترم ومحترم جدا، كل ماتش بعد ماتش يزيد التفاهم اكثر ونزيدوا نفهموا اكثر الكوتش، وبحول الله ان شاء الله نجيبوا البطوله هذه اللي مهمه باش تعطينا ثقه ان شاء الله. كابتن حمزه، جمهور الزمالك بيسال سر تالق كابتن حمزه في مركز المساك، ويعني دلوقتي خلاص جهاز فني بقى كابتن حمزه، لو غاب كابتن حمزه الدنيا بتبقى صعبه شويه. لا والله لا، لو غاب ولا مش غاب عنا ما شاء الله، يعني اللاعبين كل والله مش واحد يتكلم، يعني اللاعبين كل ما شاء الله على المستوى عالي، اي لاعب يرتدي قميص الزمالك يعرف مهمه مش سهله، مسؤوليه كبيره وكبيره برشا، مش اللي يجي يعني مش اي لاعب يلعب في نادي الزمالك، لازم يكون على قد المسؤوليه هذيا. انا بحكم خبرتي شويه وتجربتي على الباك، بحكم شويه خبرات الحمد لله، بماتش بعد ماتش حفظت المكان الجديد واديت، ومش سر ذاك، كل توفيق من عند الله. يوم مبروك كابتن حمزه، ومنتظرين بقى المنتخب التونسي ينور بوجوده ان شاء الله. ميرسي حبيبي.